طبعا انا حبيت النهارده اشارككم قصتي. انا الاول كان عربية مصارعة ابتدائية كنت في المدرسة، ودي مدرس رئيس مكتب رفاعي، هم الطالبات يعني بشكل عام. بس فاخدت كل الطالبات وكلموني عشان انا صغيرة، مع ان الاسرة يعني مالوش علاقة خالص. المهم خدوني وبدأت العب في نادي ناصر اللي هو في الكيت في الليرة. كنت طبعا بلعب على الأسفل، بلعب يعني كان خطر قوي إصابات هنا. المهم فضلت ألعب، وكانت طبعا والدتي كانت بتشجعني كنت صغيرة جدا لسه في ابتدائي. بعدها نشاط طبعا مهبول خالص عشان ما بقاش في بنات كتير وكده، والناس كلها بتطلع. أنا فعلا حبيت اللعبة، والدتي شجعتني وكملت ورحت لعبت مركز الشباب الصحي اللي هو في الزاوية الحمراء. رحت لعبت هناك مع كابتن محمد كالوجا وكابتن محمود عشان ما انساش حد. رحت لعبت هناك كخطوة جديدة ورحلة ان انا اكمل حلمي واوصل سواء يوتيوبي. ايوه طبعا. وبروح لوحدي طبعا، بركب طبعا اتوبيس الخماسي بتاع الباقي من طرق في الباب عشان يوديني ويوديني مركز الشباب الساحل. سواء كان عارفني كان بيستناني بقى بعد التدريب. اخرت شويه كنت اتاخرت جيت صغيره بقى، صغيره بس ذكيه يعني. بس بعدها برضه النشاط اتجمد وقال خلاص هنجمد نشاط وكده. فانا كان نفسي 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 العب طبعا احسن نادي في مصر افريقيا نادي الاهلي. فطبعا كنت بلعب اللي هي بطولات المجمعه ضد النادي الاهلي وكده. في انديه طبعا انا العب معاهم الشمس الاهلي الطيران الزمالك. بس انا طبعا حبيت ان انا النادي الاهلي يوافق ان انا العب معاهم، شايف ان هيبقى شرف كبير ليا. وكان ساعتها انا مدريد ابو تريكه كان مثال ليا يعني. انا طبعا مش حد زي ابو تريكه بس كان مثال يعني. بس وبعد كده رحت عملت اختبار، كان ساعتها اسمه خالد مايكل، كان المدير الفني كابتن الماني. الحمد لله عملت اختبار مع مواليد 93 كانوا اكبر مني، انا اصلا مواليد 93. عملت اختبارات كانت على الحمره وكده، الحمد لله نجحت وبدا مشواري ساعة النادي الأهلي. وكابتن خالد موافق طبعا.